أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. لعله من أنواع الابتلاءات على مدى العصور والأزمنة التي مرت على كل المصلحين المناضلين المجاهدين العاملين في سبيل الله، في سبيل أوطانهم، في سبيل الحرية، لعل فتنة السجن للمظلومين هي من أبرز الابتلاءات التي مرت على عامة هؤلاء المؤمنين المجاهدين المناضلين والمصلحين، ولا سيما الذين يقولون ربنا الله، ويعني ذلك أن الظالمين يعملون ويجهدون على إيذاء وإدخال كل مصلح رفع راية الحق، راية الإصلاح، راية الحرية، يعمدون إلى زجه بالسجن. إن استطاعوا التخلص منه بالقتل عمدوا إلى ذلك، إن لم يستطيعوا غيبوه في سجونهم. على مر التاريخ علماء، فقهاء، مجاهدين، مناضلين، مصلحين عارضوا الظالمين، فكان مصيرهم السجن على يدي أعتى السلاطين والحاكمين. نعم، عندما يسجن الإنسان يفترض مع كل أنواع الألم والعذاب حتى يفوز برضا الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بخصيصة أرادها الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها في هذا الافتتان، ألا وهي خصيصة الصبر والثبات. ميزة كل مؤمن، كل مصلح، كل ذي شأن مطالب بالحرية حينما يبتلى أنه ماذا؟ صابر محتسب، مسلم لله سبحانه وتعالى بهذا الابتلاء، موكل أمره لله سبحانه وتعالى. الفتنة تحدث متى؟ حينما يضجر الإنسان، حينما يسخط الإنسان، حينما يشعر الإنسان أنه في موضع ليس بطبيعي، بعيد عن الله سبحانه وتعالى. هنيئا لآباء الشهداء، حظوا بخصلتين: فقدوا الأبناء، ضحوا بأبنائهم فصبروا، سلموا أمرهم لله، كانوا من الذين لجأوا إلى الله وتوكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سجنوا فلم يفتتنوا بعدم الصبر، بل سلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله رب العالمين. فتنة السجن، فتنة. كثرا أولئك الذين دخلوا السجن وكانت نفوسهم مهزوزة وخرجوا بنفوس صلبة،
بعزائم قوية، بإرادة وعزيمة فولاذية. هذا الرجل الذي أمامي الحاج علي العكري مدام جاي موجود، في التسعينات 7 سنوات يطلع شهر شهرين يريدون يدخلونه سنة، يريد يطلع ويريد يدخل، لما قضى قرابة 11 سنة. أنا صاحبته لم أرى منه سخطا ولا ضجرا، بل حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى، خصلة من خصال المؤمن حينما يبتلى بهذا الابتلاء. وما أكثر أبناءنا الذين اليوم هم مبتلون بهذا الابتلاء العظيم، بهذه الفتنة العظيمة، فتنة السجن، ولكنهم من أهل الصبر، من أهل العزائم، من أهل الإرادة الفولاذية القوية التي لا تهتز لسجن سجان ولا لتعذيب معذب ولا. أزمة تعصف بنا تمر علينا وتمضي عليها سنين طويلة، 3 سنين، يزج ويعتقل الكثر من أبنائنا كبارا وصغارا، لم يستثنوا أحدا من الكبار والصغار، من الأطفال، حتى الطفل الصغير اليوم بات معتقلا، بل حتى الأجن في بطون أمهاتهم اعتقلوا مع الأمهات. ظلامة ليس بعدها ظلامة، نساء يعذبن، ولا زلنا أمام مشهد قبل قليل لأختنا العزيزة الكريمة الشريفة العفيفة نفيسة العصفور، التي عرفتها امرأة مؤمنة عفيفة بحق شريفة بحق، وهي أيضا صابرة وقوية وصلبة، ولله الحمد. نساء يظلمن ويعتقلن، رموز يمنعن من زيارة أبنائهم ولقاء أحبتهم ومن علاجهم، كأخينا وحبيبنا الأستاذ حسن المشامع، وأخينا وحبيبنا الدكتور عبد الجليل السنجيس، وغيرهم ممن حرموا من أبسط الحقوق في علاج، في رعاية، في اهتمام هنا أو هناك. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل مطلب رفعه هذا الشعب على مدى سنين طويلة، من أجل حراك وثورة قام بها هذا الشعب، من أجل حريته، من أجل كرامته، من أجل العدالة الإنسانية التي ينشدها كل إنسان على وجه هذه الأرض. ماذا طالبنا في هذا البلد حتى نستحق كل هذا العذاب والعناء، فتسجن نساؤنا وأبناؤنا، أطفالنا، رجالنا، رموزنا، علماؤنا، كل ذلك لماذا؟ ألأننا قلنا نريد ديمقراطية وحكومة منتخبة وعدالة وحرية؟ ألأننا قلنا أننا نريد أن نشارك في الحكم ونكون شركاء مع الآخرين؟ ألأننا قلنا لن نقبل أن نكون أذلاء وفئة خامسة أو سادسة في هذا البلد يقدم علينا الأجنبي والمجنس وأبناء العوائل والقبائل ونحن في أسفل السافلين؟ لا،